بالاخر النادي الاهلي ما هو التزم وراح، ليه ما حسش بكل حركه قلته ده؟ معلش عشان الاهلي اتغلب في السوبر. الاهلي لو كسب السوبر كان هيطلب التاجيل. في حاجه انا بقولها لك، لان في الاخر عايز انتقام سريع، انت عارف الجو كده. انا بقولها لك، انا بقول لك هو ده الرغبه. الاهلي لو كسب السوبر كان يطلب التاجيل.